بيبدأ فيلمنا أيام الحرب العالمية الثانية مع احتلال ألمانيا لصربيا، والجيش الألماني كان بياخد سكان المدن ويرحلهم المعسكرات بتاعته اللي موجودة في كرواتيا، وكانوا بيتعاملوا معهم بطريقة وحشية جدا. وبنروح للبنت دي واسمها دارا، بتكون ماشية مع والدتها نادا وأخوها إيفو، وبتشوف ناس شغالين في الحقول والمزارع، فبتسأل أخوها هما ليه شغالين في الحقول دي، فقال لها إن الألمان بياخدوهم عندهم في الحقول ويشغلوهم فيها. ودارا بتكون خايفة جدا وبتسأله عن والدهم، فقال لها إن هما ما يعرفوش عنه حاجة. وواحدة من اللي ماشيين اسمها سيمليانا بيكون معاها ابنها صغير لسه بيرضع، فبتبص بتلاقي اتنين حريم شغالين في الحقل، فسيمليانا بتخلي الحراس يضربوا في واحد من الاسرى اللي معاهم علشان تشغلهم، وهي بتجري تحط ابنها ورا اعشاب عاليه، وبتخلي واحده من اللي في الحقول بتاخده علشان محدش يقتله من الجنود الالمان، والست بتاخد الطفل وبتستخبى بيه علشان محدش يشوفه. وبنرجع لدارة وبتشيل اخوها الصغير وبتلعبه. بعد كده بيوصلوا للمعسكر الالماني، وقائد المعسكر بيخرج لهم وبيطلب منهم اللي مريض فيهم يعرفهم علشان ياخدوه للمستشفى يعالجوه، وبيخرج الرجال كبار السن وبياخد الرجال الشباب علشان يشتغلوا في الحقول، وبيركب الحريم والاطفال في قطر علشان ينقلهم لمكان تاني، والجنود بيقعدوا يضربوا فيهم علشان يركبوا القطر بسرعه، والقطر بيتحرك وبيمشي. ودارا بتشوف الجنود الالمان وهم بيقتلوا الرجال الكبار في السن فبتخاف. بعدها الحريم اللي موجودين في القطر بيقعدوا يغنوا لاطفالهم علشان يناموا، وكل واحده بتكون خايفه على اطفالها لا يموتوا. بعد كده بيوصلوا لمعسكر تاني، وبنروح للاسرى اللي موجودين في المعسكر وبيرموهم في النهر، وبيشوفوا القطر وهو داخل المحطة بيعرفوا ان في اسرى جداد رايحين للمعسكر اللي بعدهم، وبيكون ده ميلاي والد دارا وزوج نادا، وما يعرفش ان هم موجودين في القطر، وبيكون قلقان عليهم جدا، وبيلاقي طفل صغير مقتول فبيفضل يبص للطفل وخايف جدا لابنه ايفو يموت. بعد كده القطر بيوصل بيهم المعسكر وبينزلوهم في المعسكر، ونادا بتشوف انجيليكو صديق جوزها ميلاي فبتساله عليه، فقال لها ان هو اخر مره شاف ميلاي كان موجود في معسكر تاني، ولما انتقلت المعسكر ده ما عرفش عنه حاجه. بعد كده بيوصل قائد المعسكر اللي اسمه ماكس ومعاه اخته انا والنايب بتاعه ليوبو، فبيجي واحد من الجنود يزق نادا علشان تمشي. بعد كده بياخدوا من الحريم المجوهرات والذهب اللي معاهم، وسيميليانا قالت لهم ان هي معهاش ذهب، فبيفتشوها علشان يتاكدوا ان هي معهاش حاجه، وبييجوا يفتشوا واحده تاني فبتتعصب عليهم، فانا بتامر الحراس ان هم يضربوها، والحارس فعلا بيضربها وبيلاقي معاها فلوس، فبياخدوا منها الفلوس وبيضربوها بالنار بيموتوها، فدارا بتخاف وبتستخبى في والدتها. بعدها بياخدوا الحريم للاماكن اللي هيناموا فيها ومعاهم اطفالهم. بعد كده بالليل بنروح لميلاي، وبيكون قاعد في معسكره قلقان جدا على زوجته واطفاله، وصديقه اللي معاه عمال يهديه، وميلاي بيقعد يحكي له عن عيلته واطفاله وان هو نفسه يطمن عليهم ويعرف هم عايشين ولا ماتوا. وبنرجع لمعسكر ماكس اللي فيه الحريم، وبيعمل حفله في المعسكر وبيطلع كل الرجال الاسرى اللي معاه وبياخدهم يعزفوا له. وبنروح لنادا وسيميليانا، وبيكون معاهم واحده اسمها فيرا وبتكون حامل وتعبانه قوي، فبيحاولوا يعالجوها، وسيميليانا بتعرف ان ميلاي زوج نادا، فقالت لها ان كل اللي كان مع جيش الحلفاء الجيش الالماني قتله. فدارا بتسمعهم وبتقتنع ان والدها مات، لكن ما تعرفش ان والدها لسه عايش، وبتسال والدتها، لكن والدتها قالت لها ان والدها عايش ما ماتش. ففيرا بتتوجع وبتكون عايزه تولد، فسيميليانا ونادا بيخرجوا الاطفال بره لحد لما يولدوها. ودارا بتشوف الحفله اللي الالمان عاملينها. وبنروح لماكس، وبيجيب الاسرى وبيخليهم يلعبوا لعبه الكراسي، واللي مش بيلحق يقعد على كرسي بيضربوا بالنار بيقتلوا. ودارا بتشوفهم وهم بيقتلوا في الاسرى، وماكس والجنود اللي معاه بيقعدوا يسخروا من الاسرى وبيخليهم يلعبوا، واللي مش بيلحق يقعد على الكرسي بيقتلوه. وبنلاقي انجيليكو مخبي بلطه في ايده علشان يقتل بيها ماكس، وبيحاول يقرب منه لكن بيقتلوا انجيليكو، فواحد من الجنود بيتعب من كتر الدم اللي بيشوفه وبيجري يرجع جنب الحيطه. وضرب تكون مستخبيه خايفه جدا للجندي ده يشوفها ويقتلها، فصديقه بيروح له وبيحاول يهديه علشان ماكس ما يلاحظش ويقتله، لكن ماكس بيروح وراهم، فالجندي بيتكلم معاه وبيحاول يرجعه الحفله، وبيرجع الحفله وبيخلي جنوده يهجموا على الاسرى كلهم وبيفضلوا يضربوا فيهم ويقتلوا فيهم كلهم، وبياخد الفرقه الموسيقيه بيقتلها كلها. وبنروح لفيرا، وبعد ما ولدت الطفل، الطفل ده بيموت، فاولادها الاثنين بيسالوها عن اخوهم اللي اتولد، فقالت لهم ان هو مات. بعد كده بنروح لمعسكر ميلاي، وبيحفروا علشان يدفنوا الاسرى اللي بتموت، وهو وصديقه بيقعدوا يتكلموا عن المعسكر اللي بيقتلوا فيه الاسرى وبيبعتوهم ليهم علشان يدفنوهم. وميلاي قال له احنا عايشين علشان بندفن الاسرى، لكن اول لما يخلصوا من الاسرى هيقتلونا احنا كمان. وبنرجع لمعسكر الحريم، وبيخلوا الاطفال يخرجوا يلعبوا في المعسكر، ودارا بتكون قاعده جنب اخوها الصغير وبتفضل تبص على الاطفال وهم بيلعبوا ومش عايزه تقوم تلعب معاها وخايفه لا تموت، ووالدتها بتنده عليها فبتخرج تقف جنب والدتها ومش بترضى تلعب، وبتقف تشجع اخوها ايفو، لكن الجنود الالمان بيزعقوا لهم وبيجمعوهم كلهم وبيركبوهم عربيات وبياخدوا الاطفال الصغيرين. فنادى حاولت تخبي ايفو، لكن الجنود شافوه وخدوا منها، فحاولت تمنعهم، فماكس ضربهم بالنار موتهم هما الاثنين
الاثنين. فدارا صرخت لكن سيميليانا منعتها وخدتها ركبتها العربية هي واخوها الصغير بادي، ودارا بتفضل تعيط على امها واخوها اللي ماتوا. بعدها الجنود بينقلوا الناس اللي قتلوهم لمعسكر ميلاي علشان يدفنوهم. فميلاي بيشوف ابنه ايفو وزوجته نادا فبيتفاجئ وبيقعد يعيط، فصديقه حاول يقومه علشان يدفنوهم قبل ما الجنود الالمان يلاحظوا، لكن ميلاي رفض يدفنهم. فالجنود الالمان بيشوفوه والجندي بيروح لهم وبيسالهم انتوا واقفين ليه، فصديق ميلاي قال له ان هو تعبان شويه، فالجندي ضربه بالنار موته وبيطلب من واحد اسمه ميلوش ان هو يجيب واحد مكانه علشان يدفن الجثث دي كلها. وميلاي بيشيل ابنه وبيدفنه وبيدفن معاه زوجته نادا. وبنرجع لدارا وبتكون لسه قاعده زعلانه جدا على موت اخوها وامها. بعدها بيوصلوا لمعسكر تاني وبتكون دي انتي المسؤوله عن المعسكر، وبتمشي تبص عليهم والطفل اللي بتلاقيه تعبان بياخدوه للمستشفى. وبادي اخو دارا عمال يكح وتعبان جدا، فبيكون في بنت اسمها بلانكيستا شغاله في المعسكر وبتطلب من دارا ان هي تسكته علشان الجنود هياخدوه منها ويحطوه في المستشفى. وقالت لها اللي بيروح المستشفى ده مش بيرجع، بيموت هناك على طول. ودارا بتوصل عند الحكيمه اللي بتسجل الاسماء وبتلاقي الطفل عمال يعيط، فبتعرف ان دارا لوحدها ومعهاش لا ام ولا اخ يهتموا بيه، فبتقرر ان هي تاخد الطفل منها وتحطه في المستشفى. لكن فيرا بتروح لها وقالت لها ان هي قريبتهم وهي اللي هتهتم بالطفل، وبتاخد الطفل علشان تسكته. بعد كده بيدخلوهم المكان اللي هيقعدوا فيه، وفيرا بتطلب من دارا لو حصل لها حاجه تهتم باطفالها وتحميهم. وبلانكيستا بتروح لدارا وبتديها قطع عيش علشان تاكل اخوها علشان جعان، وبتتعرف على دارا وبتكون حبتها جدا. ودارا بتقعد تاكل اخوها بادي. وبنروح لميلاي وبيدخلوا ياخدوا اسرى من اللي معاه علشان يقتلوهم. بعد كده تاني يوم الصبح انتي بتدخل المكان اللي فيه الحريم وبتاخدهم علشان يشتغلوا. وفيرا بتطلب من دارا ان هي تاخد بالها من اطفالها، وانتي بتلاقي الطفل عمال يعيط، فبتطلب من بلانكيستا ان هي تتاكد ان الطفل ده مش عيان علشان ما يعديش كل اللي معاه. وبعدها بتخرج، فبلانكيستا بتديها ثمره فاكهه علشان تاكله علشان يعني ما ياخدوش الطفل ده للمستشفى. واولاد فيرا بيسالوا دارا امهم هترجع ولا هيقتلوها، فدارا طمنتهم وقالت لهم ان هي هترجع، وبتهدي اخوها الصغير علشان الحراس ما ياخدوهاش للمستشفى. بعد كده بنروح لفيرا وسيميليانا وبيروحوا مع الحريم علشان يشتغلوا، وبتكون مارا هي اللي مسؤوله عنهم وشغاله مع الجنود الالمان وبتراقبهم وعماله توزع الشغل عليهم. وبنرجع لدارا وبتقعد تلاعب الاطفال اللي معاها وبتقعد تلعب معاهم، فواحده من الحريم اللي شغالين في المعسكر بتطلب منها تروح تاخد اكل بسرعه قبل ما يخلص، لكن ما كانش معاها حاجه تاخد فيها الاكل، وكل الاطفال والحريم بيروحوا ياخدوا اكل، فالجنود بيسخروا منهم وبيضربوا عليهم نار وبيقتلوا فيهم. فدارا بتخرج تاخد طبق واحد من اللي ماتوا وبتروح تجيب اكل لاخوها والاطفال اللي معاها وبتقعد تاكلهم. بعد كده بنروح لميلاي، وميلوش اللي مسؤول عن الاسره بيطلب منه يدفن الناس اللي ماتوا بسرعه قبل ما الجنود يقتلوه هو كمان، فميلاي بيسخر منه علشان شغال مع الالمان. فميلوش قال له انا بعمل كل ده علشان ما اموتش زي الناس اللي ماتت. بعد كده بنروح لفيرا وسيميليانا وهم بيطحنوا الذره، بياخدوا ذره معاهم للاطفال بتاعتهم. وسيميليانا قالت لها ان هي سمعت ان هم هينقلوهم لالمانيا يشتغلوا هناك، وقالت لها ان الاطفال بتاعتهم بيودوهم لدار رعايه علشان ناس بتاخدهم تشتريهم وتربيهم. وبنروح لميلاي هو والاسرى اللي معاه وبيسلموا الحاجه اللي لقوها مع الناس اللي ميته، وواحد من الجنود بيسخر من ميلاي وهو بيسلموا الحاجات اللي لقاها. وبنرجع لمعسكر الحريم وبيفتشوا الحريم قبل ما يدخلوا المكان اللي بيناموا فيه، ومره بتفتش سيميليانا بتلاقي معاها ذره، فخافت وعرفت الحراس ان هي سرقت ذره، فالحراس بيضربوها علشان سرقتها. ففيرا راحت تقومها، فالحراس بيزعقوا لها وبيسيبوها مرميه على الارض. بعد كده بيرجعوا للمكان اللي بيناموا فيه، ومارا بتروح لسيميليانا وبتعتذر لها وبتقول لها ان هي عملت كده علشان تحمي بنتها، علشان لو الحراس اكتشفوا ان انا سبتك تخش بالدره المسروقه كانوا هيقتلوا بنتي. لكن بتلاقي بنتها قاعده تلعب مع دارا، فبتزعق لها وقالت لها اخو دارا ده مريض ممكن يعديكي، وبتاخدها وتمشي. ففيرا بتطلب من دارا ما تلعبش مع دوشينكا بنت مارا تاني، وبتقول لدارا ان هم ممكن ينقلوها من المعسكر لالمانيا في اي وقت، وبتطلب منها تخلي بالها من اطفالها وتحميهم. وقالت لها ان في ناس هيجي ياخدوا الاطفال علشان يودوهم دار ايتام ويبيعوهم، وقالت لها ان هم ممكن ياخدوا اخوها بادي. فدارا قالت لها لا مش هخلي حد ياخده، وبتروح تنام جنب اخوها. بعد كده بيندهوا اسماء الحريم اللي هياخدوهم لالمانيا، وبيندهوا اسم فيرا، فبترفض ان هي تروح. فمارا قالت لها لو ما رحتيش هيقتلوكي، فبتمشي. وانتي بتنده على اسم واحده منهم لكن مش بترضى ترد عليها، فبتطلب من مارا تقول لها هي مين او هتقتلها. فمارا شاورت عليها فانتي قتلتها علشان ما ردتش عليها، وبياخدوا معظم الحريم ما عدا سيميليانا. بعدها
الجنود بيطلعوا طفل ميت، فانت بتكشف عليه بتلاقي الطفل ده عايش، لكن بتخلي الجنود تاخده يدفنوه، وبياخدوا الاطفال الصغيره يعلموهم حب المانيا وحب هتلر، وبيغنوا النشيد الالماني. ودارا بتشوف الجنود وهم بياخدوا الاطفال اللي ماتوا في المستشفى. بعد كده سيميليانا بتكون واخده دورها معاها وبتديه للاطفال، وبتسمع دارا وهي بتهدي ولاد فيرا وبتقول لهم ان امهم هترجع لكم، وما يعرفوش ان امهم سافرت المانيا. فسيميليانا بتنده عليها وقالت لها ان فيرا سافرت المانيا، وبتطلب منها تخلي بالها من اطفالها لو خدوها لالمانيا. بعدها اخوها بادي بيفضل يعيط وبيكون عايز ياكل، فدارا بتهديه علشان يسكت. بعد كده بنروح لميلاي وميلوش، ومش بيرضى يخليه يدخل مع الاسرى اللي دخلوا الاوضه علشان يقتلوهم. فميلاي بيطلب منه ان هو يساعده في الوصول لبنته دارا وابنه بادي، وبيطلب منه يعرف مكانهم. فميلوش بيرضى يساعده لكن بيخبيه بسرعه قبل ما الجنود يشوفوه. بعد كده بنرجع لمعسكر دارا، وبيجي مجموعه من الضباط الالمان يزوروهم وبياخدوا معظم الاطفال الصغيرين، لكن الطفل بادي بيفضل يعيط، فالحكيمه بتتعصب. بعدها بتنقي الاطفال اللي الجنود الالمان هياخدوها وبتاخد ولاد فيرا، فدارا بتفضل تبص عليهم من الشباك وبتودعهم. بعد كده بنروح لميلوش، وبيعرف ميلاي بمكان اطفاله وقال له على المعسكر اللي هم موجودين فيه، فميلاي بيفرح جدا ان هم لسه عايشين. بعدها بيدخل الزنزانه وبيتكلم مع صديقه ان هو وصل لمكان بنته دارا وابنه بادي، وبيعرف منه المسافه بين معسكرهم والمعسكر اللي فيه ولاده. وميلاي بيخطط يهرب من المعسكر علشان يروح ينقذهم، وبيقرر ان هو يهرب عن طريق النهر اللي جنب معسكره. بعدها تاني يوم بيروح يحفر للجثث اللي بيدفنوها، وبيراقب المكان حواليه وبيعرف مكان الجنود. بعد كده بنرجع لمعسكر دارا، وبتيجي واحده مسؤوله عن ملجأ علشان تاخد الاطفال اللي في المعسكر، ومارا بتحاول تخلي بنتها تروح معاها علشان تحميها من الجنود الالمان، وبيركبوا الاطفال في الاتوبيس، وسيميليانا بتركب اطفالها في الاتوبيس علشان تحميهم من الموت وبتودعهم. وبيفضل دارا واخوها هم اللي موجودين في المعسكر، فسيميليانا بتلومها ان هي ما خرجتش اخوها من المعسكر، فدارا بترفض وقالت لها انا مش هسيبه، انا هفضل معاه طول العمر. والطفل بيكون مريض جدا وبيظهر عليه اثار التعب. وبنروح لميلاي وبيحاول يهرب، لكن صديقه منعه وقال له مش هتقدر تهرب من الحراس. بعد كده بنرجع لدارا واخوها بيكون تعبان جدا، وبلانكيستا بتروح لها وبتلاقي الطفل تعبان، فبتحاول تساعده وتديله اكل، لكن الطفل بيكون رافض ياكل علشان تعبان وعيان قوي، فبلانكيستا قالت لها لو فضل كده هيموت. بعدها انتي بتدخل المكان اللي فيه اطفال وبتاخد الاطفال المريضه، فدارا بتاخد اخوها وبتخرج من الزنزانه، فانتي مسكتها، فدارا قالت لها ان هي رايحه تشتغل مع الحريم اللي بتنظف، وخرجت من الزنزانه علشان ما ياخدوش اخوها المستشفى، وبتحط اخوها جنبها وهي شغاله. بعد كده بترجع المكان اللي بتنام فيه واخوها بيكون لسه تعبان، وسيميليانا بتديها الهدوم بتاعت اطفالها علشان تستخدمها هي، وبتلاقي الطفل حرارته مرتفعه قوي. ومارا بتدخل عليهم بتلاقي بنتها قاعده معاهم، ولقت الطفل تعبان، فخدت بنتها بسرعه وخرجت علشان ما تتعديش منه، وراحت بلغت الحراس، فجم خدوا الطفل للمستشفى. وانتي زعقت لبلانكيستا علشان سابت الطفل وهو عيان، ودارا فضلت تعيط علشان اخوها. بعد كده بنروح لميلاي وبيلاقي عربيه فيها اطفال ميتين، فبيجري بسرعه بيكون خايف لتكون دارا وابنه بادي موجودين فيها، لكن الحمد لله مش بيلاقيهم، فبيفرح جدا. وبنرجع لسيميليانا وبتقفش دارا وهي بتاخد دورة علشان تاكله لاخوها، لكن سيميليانا قالت لها الحراس هيمسكوكي وهيقتلوكي ومش هتعرفي تساعد اخوكي، وبتودعها وبتقول لها ان الحراس هياخدوها المانيا النهارده، وبيجمعوا الحريم اللي هينقلوها لالمانيا، وسيميليانا بتودع دارا. بعد كده دارا بتحاول تدخل المستشفى تطمن على اخوها، لكن الحراس بيمنعوها، فبتقابل الحكيمه وبلانكيستا فبيمنعوها تدخل، والحكومه بتبلغ بلانكيستا ان هي مش هتيجي بكره المعسكر. بعدها بلانكيستا بتروح لدارا وقالت لها ان الحراس بيغيروا مكانهم في الفجر، فبالتالي انت ممكن تدخلي المستشفى بسرعه تشوف اخوكي. فبعد كده دارا بتخلي الحراس ماشيين، فبتدخل المستشفى من غير ما حد يشوفها، وبتدخل لاخوها وبتطلع تفاحه وبتاكله، وبيكون في طفل جنب اخوها مريض، فبتديله حته من التفاحه، لكن واحد من الحراس بيشوف دارا جوه المستشفى، فبلانكيستا قالت له ان هي مساعده ليها. بعد كده دارا بتخرج من المستشفى، ومارا بتروح لها وبتزعق لها علشان بتقعد تلعب مع بنتها، وبتكون خايفه جدا على بنتها علشان اخوها عيان فممكن تنقل المرض، وقالت لها ان في طفلين ليها ماتوا في المستشفى ومش مستعده تخسر بنتها الثالثه. بعد كده بيجيبوا الاطفال الصغيرين للمعسكر لابسين زي الجيش الالماني بالظبط، وعاملين مؤتمر، ودارا بتشوف ولاد فيرا فبتفرح جدا وبتشاور لهم، والظابط ماكس بيقعد يتكلم ان هم بياخدوا الاطفال الصغيرين وبيهتموا بيهم وبيرعوهم وبيخلوا الكاميرات تصور. وفي الوقت ده واحد من الظباط بيقتل ناس كبار في السن ماسكينهم اسره. وبنرجع للمؤتمر، وماكس بيقف يتصور جنب ولاد فيرا، لكن الطفل الصغير بيعمل حمام على جزمته، فماكس بيتعصب جدا وبياخد الطفلين يقتلهم. بعد كده بنروح لميلاي اللي بيكون مخطط ان هو خلاص هيهرب بكره، وصديقه بيحاول يقنعه لكنه مصر ان هو يهرب. وبنرجع لدارا وبتدخل المستشفى لاخوها وبتقعد تحكي له قصه علشان يبطل عياط، لكن بلانكيستا بتخبيه تحت السرير علشان ظابط الماني
جاي يزور المستشفى، فالضابط الالماني بيلاقي الاطفال كلهم تعبانين فبيؤمر ان هم يقتلوهم. فبلانكيستا بتاخد الطفل ودارا بتخبيهم بسرعه قبل ما حد يشوفهم، لكن الحارس حس ان في حد جوه فدخل وراها، لكن دارا بتكون مستخبيه والحارس ما شافهاش، وبتخرج باخوها من المستشفى من غير ما حد يشوفها. وبلانكيستا والممرضين بينزلوا الاطفال في السرداب وبيرموا على الاطفال دي قنبله غاز بيموتوهم كلهم. بعدها بلانكيستا بتروح لدارا تطمن عليها، وبتفرح جدا ان هي لسه عايشه هي واخوها، وبتطلب منها ان هي تدي اخوها لدار الايتام بكره علشان تقدر تحميه، لان لو سابته معاها في المعسكر هيموت. بعد كده تاني يوم بيركبوا الاطفال في الاتوبيس، فبلانكيستا بتاخد الطفل علشان تركبه في الاتوبيس، لكن مره بتشوف طفل، فدارا بتطلب منها ما تعرفش حد ان هو كان في المستشفى علشان ما يقتلهوش. وفي الوقت ده ميلاي بيجهز علشان يهرب، فصديقه بيساعده وبيجري قدام الحراس علشان يشتتهم، فالحراس بيضربوا عليه نار بيقتلوه، وميلاي بيجري من الحراس وبيضربوا نار عليه هو كمان، وبيدوروا عليه في الغابه وبيفضلوا يطاردوه فتره كبيره. وبنرجع لبلانكيستا وبتاخد الطفل تركبه الاتوبيس، ودارا بتفضل تعيط جدا علشان اخوها فبتجري ورا الاتوبيس، فانتي بتطلع مسدسها علشان تقتلها، لكن بلانكيستا منعتها فقتلت بلانكيستا، ودارا هربت منهم وركبت الاتوبيس. وبكده تكون نجحت ان هي تكون مع اخوها. في الوقت ده والدها ميلاي بيهرب من الحراس وبينزل النهر، والحراس بيضربوا عليه نار لكن بيفضل تحت الميه لحد لما الحراس يمشوا، وبينجح ان هو يهرب منهم علشان يدور على اطفاله. وبنرجع لدارا وبتطلب من المربيه ان هي تفضل مع اخوها، وبتحكي لها اللي حصل مع عائلتها، فالمربيه بتفضل تعيط وبتقرر ان هي تخليهم مع بعض، وبيخلص فيلمنا على كده.